وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة. دكتورة وفاء، بعد التحية، أهمية الكشف البترولي الجديد في منطقة امتياز جيسوم طويلة غرب في خليج السويس. في البداية فندم، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. في وسط كل التوترات الجيوسياسية والضجيج العالمي، الحقيقة الدولة المصرية ما زالت بتحقق علامات فارقة في تاريخ هذه الصناعة، وده يدل على النهج المتميز والاستراتيجية المرنة اللي تتخذها وزارة البترول والعاملين في هذه الصناعة والقطاع الحيوي لتخطوا الحقيقة عديد من التحديات الكثيرة للوصول إلى هذه المعدلات الإيجابية، خصوصا أن محاورنا اللي وضعناها في استراتيجيتنا لتنمية قطاع البترول تحديدا تعتمد على تأمين إمدادات الطاقة وأيضا ضمان الاستدامة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في البحث والاستكشاف. ولذلك التوسع في الأنشطة البحثية عن النفط في مصر سواء بريا أو بحريا وفي المناطق البكر مع إعادة تأهيل هذه الحقول وتنميتها، وده جاء من خلال خطة التنمية اللي بتتبعها الدولة في إعادة تأهيل هذه الحقول. والحقيقة أن الاستراتيجية دي يمكن أدت إلى أن مصر بتحقق نجاحات في مناطق البحث والاستكشاف، لأن لديها الحقيقة عوامل كثيرة جدا. العامل الأول الابتكار السياسي اللي وضعه السيد الرئيس بحرصه الدائم على مقابلة رؤساء كبريات الشركات العالمية العاملين في هذا المجال، وده ادى زخم لهذا الملف الحقيقة ليتصاعد ويحقق نجاحات. الأمر الثاني، من خلال بوابة مصر الجيولوجية تم طرح العديد من المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف وأيضا تأكيد الاحتياطيات المرجحة في المناطق سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط من خلال أحدث الوسائل العلمية للبحث. نعم، يأتي هذا كله دكتورة وفاء في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات البترولية في مصر. دكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، شكرا جزيلا لك.